هل يمكن أن أدعو باللغة التتارية باللغة الروسية؟ يارين مدي وقت الأرجاء تطارش إلى ورشة. نعم لا إشكال. والله وبشم ياري. لكن الأفضل الأولى أن تدعو بأدعية القرآن والسنة. والله كنيش نقول شرط كنيش بتاعك في الجنة خديستا هي قرآننا. لا مانع أن تدعو بلغتك. والله ياري يستلم دي وقت الأرجاء. في الصلاة في السجود قبل التسليم في الصفا في المروة. نعم. لا إشكال أبداً. بابن دي بروبليما دايو. نعم.